هي من مصادر السعاده القليله اللي بتفرح الشعب المصري، اللي بتجمع الناس كلها، بتجمع كل الانتماءات، اهلاوي زملكاوي اسماعيلاوي، كل الناس بتتجمع على قلب واحد قال هو قلب منتخب مصر، بتجمع كل الناس، كله بيحب بعض في الوقت الحالي، كله بيكون عايز منتخب مصر يفوز، كله بيكون عايز منتخب مصر ان هو يتفوق. لكن زي ما انا اتكلمت على منتخب مصر، منتخب المغرب واحد من المنتخبات المحترمه جدا، واحد من المنتخبات القويه، مرشح للقب بقوه، طبعا اكيد هيكون موجود في السيمي فاينل، علشان كده هيكون معانا او معانا على التليفون واحد من نجوم منتخب المغرب وهو الكابتن عبد الكريم ميري. كريم وكابتن كريم، وبرحب بحضرتك على قناه الاهلي. مساء الخير استاذ ربيع، منورنا يا كابتن. وسهلا وسهلا بالشعب المصري. يعني منتخب المغرب يا كابتن كريم النهارده متعنا امام منتخب كوتيفوار، وبصراحه منتخب المغرب يستحق الفوز ويستحق ايضا المنافسه على اللقب الافريقي. راي حضرتك في المنتخب المغرب، وعايز اعرف الفارق ما بين المباراه الاولى للمنتخب المغربي اللي كان فيها المستوى متوسط ومنتخب المغرب امام كوتيفوار، منتخب مختلف تماما. هو في المقابله الاولى مع الفريق الناميبي ما كناش في المقابله كبيره، ما درناش مقابله بالمستوى، ولكن هذه كتبقى المقابله الاولى مع الفريق الوطني، لان اول المقابله الاولى كتكون فيها امكان، ماشي ما كاينش التركيز، يكون ما كاينش الامكانيات، ولكن الحمد لله انتصار هو ب1-0، هو كنقولوا هو كنقولوا بحال شي حاجه اللي ما كناش ننتظروها، لان الفريق الناميبي ماشي فريق قوي، ولكن الفريق المغربي الامكانيات ديالو هو الانتصار بهذه المقابله الاولى، لان هي الاولى في قالك في هذا الدوري، خاصك اولا الانتصار، وتنظر بان الفريق المغربي الاولى قالك ما كانوش في المستوى، ولكن كانت مقابله للمغرب كان فيها بيان سور كان فيها الامكانيات باش يسجلوا الاصابه، ولكن الاصابه جات في الدقيقه الاخيره، وهذا اللي اعطانا اليوم انتصرنا على الفريق الساحل العاج. كابتن كريم، حضرتك شايف ان تفوق منتخب المغرب المتكرر في الفترات الاخيره على منتخب كوتيفوار، هل بسبب وجود مدير فني محترم عنده خبرات سابقه ضد المنتخب الايفواري هو رينارد، ولا التفوق بسبب اللعيبه والنجوم اللي موجودين في الفتره الحاليه؟ هو في الحقيقه كاين المدرب وكاين اللاعبين، الانتصار كيمشي على اللاعبين اولا اللي هما اللي كاين في الملعب، وكاين فريق عنده مدرب، لان مدرب رونارد عنده التجربه، عنده الاكسبيريونس، عنده التجربه، وكنظن هذا المدرب عطى الخطه ديالو ضد الفريق اللي كيعرف هو الساحل العاج، لان كيعرف الكره الافريقيه، وكنظن بان النتيجه اليوم كانت في المستوى، لان كناش ننتصروا الا ب1-0، كنا ننتصروا بتقريبا 3-0، لان كان عندنا الامكانيات باش نسجلوا، ولكن هذه كتبقى الا الحمد لله الانتصار اليوم بالقوه بالاراده وبالامكانيات اللي عند الفريق الوطني المغربي. كابتن كريم، هل لو نقول ان بدايه المنتخب المغربي ممكن ما تكونش قويه زي ما احنا اتفقنا انا وحضرتك، هل ممكن يكون بسبب المشكله او الاستبعاد اللي تم لمهاجم الفريق حمد الله والشكل في رحيله، بعد كده ممكن يكون المدير الفني ما عرفش يتناول الموضوع نفسيا مع المنتخب المغربي، ويمكن المباراة الأولى هي كانت كبش الفداء لاستبعاد حمد الله، وبعد كده المنتخب المغربي قدر ان هو يعني يفوق ويرجع تاني للمستوى المعهود وللمنافسة الشرسة في لقب أفريقي مهم بالنسبة له؟ الأستاذ المشكل ديال حمد الله هذا مشكل كنقولوا ما عندوش عندنا نقولوا ما خصوش يكون مشكل، لان هذه المشاكل كنقولوا مع كاس افريقيا نقدروا نتكلموا على هذا المشكل. تمام. هذا المشكل اللي تكلم عليه الحمد لله هو مشكل، انا بالنسبه لي لاعب عنده الامكانيات، عنده المهاره، عنده هداف، كنظن الفريق الوطني كيبغي يلعبها بهذ اللاعبين، ولكن اللاعب الا كان عنده مشكل مع لاعبين ولا مع المدرب هذا مشكل اخر. حنا اليوم كنعرفوا بان الفريق الوطني مشى 23 لاعب، الحمد لله ما كاينش في الفريق، ولكن الحمد لله كاين لاعبين اللي اليوم كانصري، اليوم انصري دار مقابله كبيره. الور ما غاديش نتكلموا على واحد اللاعب ما نعرفوش المشكل ديالو، لان صراحه انا المشكل ديالي انا كلاعب قديم وسابق طبعا. الفريق الوطني اللي كتكلم على قميص الفريق الوطني مزبوط. كتحمل الفريق، تتحمل القميص وكتلعب باي مشاكل، اي مشاكل تكون
خاصك تكون رد على الفعل وتمشي للفريق الوطني وتلعب في الفريق الوطني. هذا هو. اما المشاكل الاخرى هذه مشاكل يتكلموا عليها من بعد نهايه كاس افريقيا ان شاء الله. كابتن كريم، وهل شايف ان اداء منتخب المغرب مباراه تلو الاخرى يعني بيتطور تحت قياده هيرفي رينارد؟ وكان ده اليوم تطور احسن، لان اليوم لكش المقابله كانت في الامكان، كانت ممتازه، كانت مقابله كنا اليوم نسجلوا جوج ولا ثلاث اصابات، ولكن الحمد لله دابا حنا غادي نقول لك بكل مقابله لعبوا مقابله. اليوم لعبنا مقابله، بدينا مع الناميبي، اليوم لعبنا مع الساحل العاج، كاين عندنا مقابله ثالثه ان شاء الله، وحنا غاديين في الطريق الصحيح. لان الفريق الوطني المغربي المقابلات اللي شفت الان مع مصر، كنظن بان المغرب عنده فريق باش يمشي نهايه كاس افريقيا، ومصر حتى هي راه عندها الفريق، راه شتي الفريق ديال مصر اللي بداو كيطلعوا الايقاع ديالهم. كنظن بان فريق يحترم، وفريق اللي حتى هو عنده الامكانيات باش يدي كاس افريقيا. يعني حضرتك ان شاء الله تتوقع صعود المنتخب المغربي الى المباراه النهائيه، او حتى على الاقل للسيمي فاينل؟ طيب، واضح ان حصل مشكله في الاتصال، هنرجع ونكلم الكابتن كريمو تاني. لكن منتخب المغرب من المنتخبات المحترمه جدا زي ما قلت لحضراتكم، وهنكمل اسئلتنا. كنت عايز اساله على